من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، ما أبرز ردود الفعل على هذه النتيجة؟ بنعم. نعم فضيلة، إذا كان من ناحية الشارع الجزائري فالشارع الجزائري من الواضح عبر تصويته أنه يعني ليس لنقول غير مبالي كثيرا بورقة الدستور المطروحة، ولكن حسب مختصين فقد قالوا أن الشارع الجزائري لم يأبه كثيرا لهذه الورقة التي لم يرها ولم تعرض عليه للاستفتاء منذ 24 سنة. لا ننسى فضيلة أنه آخر ورقة للدستور أو وثيقة للدستور، مشروع الدستور، عرضت على الجزائريين ونوقشت كانت 1996، يعني منذ أكثر من 24 سنة. فاليوم الجزائريون ربما وضعوا في حيرة من أمرهم، خاصة مع الوضع الصحي الذي تمر فيه البلاد، ولم تكن لهم تلك الوعي الكبير حول هذا المشروع. ليس استحقاق رئاسي ولا انتخابات تشريعية التي تخص الفرد تحديدا، ولكنها تخص ورقة حتى دراستها أو عرضها على الشارع كانت لمدة 20 يوما لم تكن كافية لأن يعيها هذا الشعب ويدركها تمام الإدراك للذهاب للتصويت عليها. أما المشهد السياسي فكالعادة هو منقسم ما بين الأحزاب المؤيدة التي ذهبت وصوتت بنعم والمعارضة والمقاطعة. المؤيدون الذين تقربنا منهم، أي أقصد المشهد السياسي الأحزاب، قالوا أنه هذا ربما الإعلان على هذه النتيجة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات والنسبة الضعيفة لربما تعيد أحزاب المعارضة نظرها في المشهد السياسي الحالي. وقالوا أيضا أن هذا الوثيقة كما قالها وزير خارجية سابقا كان لابد أن تمر بنعم لأن الجزائر تشهد اليوم، خاصة دول المحيطة، تشهد صراع والتهابا، فلابد لهذا المشروع أن يحمي الجزائر داخليا وخارجيا. فضيلة، شكرا. ناهد زرواطي من الجزائر.